وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. عتل أي جاف فظ غليظ، جواظ أي جموع منوع. وفي رواية لمسلم: كل جواظ زنيم متكبر، زنيم أي معروف بشره.